اهلا بيكم في الحلقه الثالثه من فيوتشر مليونيرز. النهارده انا عايز اتكلم على حاجه يعني من احب الحاجات اللي بحب اتكلم فيها، واللي هي تيك اكشن. حتى النهارده اسم الحلقه اسمها تيك اكشن. تيك اكشن لان الحقيقه انت لو اي حاجه في حياتك عايز تعملها وما خدتش اكشن ناحيتها مش هتحصل. وطبعا دايما هتلاقي في اعتراض من جواك، مش هتقدر، مش هتعرف، مش عارف ايه، معكش فلوس كفايه، ما انتش، انت صغير، انت كبير، هتلاقي عقبات كتير جدا. ولو حطيت عقلك او لو سبت عقلك يروضك او يحط لك الافكار دي مش هتعمل حاجه خالص، تفضل زي ما انت. ليه؟ اولا دايما عقلك او بيسموه الكونشس مايند عايزك تبقى موجود في الكومفورت زون او في منطقه الامان، مش عايزك تخرج منها. ليه؟ لان احنا اولا احنا بنمشي كل يوم، قلتها بكده في الحلقه اللي فاتت، ان احنا حياتنا عباره عن برمجه. يعني احنا متبرمجين عن طريق السبكونشس مايند او العقل الباطن بحاجات يوميه بنعملها. تصحى من النوم الساعه كذا، بتعمل نفس الحاجات، بتروح الشغل، بتقابل نفس الناس، بترجع بنفس الطريق، بتروح نفس الطريق، بكره زي بعده زي بعده زي وهكذا. فانت جسمك وعقلك بالنسبه له هي دي منطقه الامان. اي خروج بره الحدود دي بالنسبه له هو كده مش مطمن، دي ريسك، فهو مش عايزك تاخد ريسك. مش بس حتى في انك تاخد اكشن تجاه حاجه معينه، حتى انك تغير هابت معينه. ليتس سي مثلا انت مثلا متعود انك بتصحى متاخر مثلا، جسمك اتعود شايف ان انت لما تصحى متاخر دي منطقه الامان، هو اتعود عليها خلاص. فلما تصحى بدري انت كده خرجت بره الكومفورت زون. فايه انت مقريف، انت بتعمل كده ليه؟ ما تاخد وقتك في النوم، هو اللي قاموا بدري عملوا ايه، والحاجات دي كل حاجه في دماغك ايه بقى؟ ايه اللي بيجيبها لك؟ عقلك، لان هو مش عايزك تخرج بره المنطقه دي. اوكي؟ ليه؟ لان كل اللي بتعمله في يومك ده كله عباره عن حاجات متبرمجه في عقلك الباطن. فلما بتيجي تعملها بتبقى عباره عن حاجات مستدعاه من عقلك الباطن لعقلك الحاضر وبتنفذها. اي حاجه براها مش مطلوبه او عقلك مش عايزها، لان دي مش مبرمجه. هدفك بقى ايه؟ انك تعيد برمجه الحاجات دي تاني عشان تخدم اللي انت عايزه. منها مثلا زي تيك اكشن. لو انت مثلا عايز تشتغل في بيزنس جديد، هقول مثال مثلا، يعني ايا كان تفتح بيزنس جديد، ايا كان هو البيزنس عايز تفتحه يعني، او تشتغل في مجال جديد في حياتك، اول حاجه هتيجي في دماغك او عقلك هيبتدي يتكلم معاك فيها العقبات. مفيش فيها كلام، هتجيب فلوس منين؟ طب ما كده اللي مش عارف ايه، محتاج فلوس، طب انت سنك صغير، سنك كبير، طب وهتعمل ايه في شغلك؟ طب هتجيب وقت منين؟ عقبات 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 من هنا للسنه الجايه. ولو سبت عقلك يوصلك للمرحله دي مش هتعمل حاجه، سواء في ده او في غيره، لان اي حاجه الحقيقه انت لو فكرت فيها فيها عقبات. يعني مفيش حاجه في الدنيا، احنا مش عايشين في جنه، اي حاجه هتعملها لازم فيها عقبات. وهو ايه الفرق بين الشخص الناجح والشخص اللي مش ناجح؟ الشخص الناجح اللي هو بيواجه العقبات وبيفكر فيها بطريقه منطقيه ويحلها. الشخص اللي مش ناجح ان هو اي عقبه بتقابله جيف اب، خلاص انا مش قدها وانا مش بتاعها او ده رزقي والكلام ده كله. اوكي؟ فاللي انا عايز اتكلم فيه النهارده ان انت لما تكون عايز تعمل حاجه في حياتك ما تقعدش تحسب كتير. ما بقولش انت خليك يعني خد قرارات طايشه، ما بقولش كده خالص، لا بالعكس خليك قرارات محسوبه. بس قصدي ان يبقى الموضوع بالنسبه لك بيسموهم جيت المومنتم. يعني ايه؟ انت مثلا عايز تفتح بيزنس معين مثلا يعني، ومعاك راس مال للبيزنس ده او معاك جزء منه او هكذا، خد اول خطوه، شوف ايه المطلوب اول خطوه، خد اكشن، اعمل حاجه في الاول، وخلي بقى البلان وخلي البيزنس بلان وخلي ده بعدين. لما تاخد خطوه الاول، اهم حاجه انك تحط رجلك الاول، خد اول خطوه. لان لو انت ما عملتش كده هيبتدي عقلك يرجعك تاني، مش هتعرف، مش هتقدر، مش عارف. يعني مثلا كان في مثال كان حكيته قبل كده من فتره، وده حصل معايا شخصيا. يعني ان انا كنت في مره عايز افتح معرض عربيات زمان، وانا كنت عايش في مصر، ف ما كانش معايا الفلوس الكافيه ان افتح المعرض ده، بس الفكره كانت بالنسبه لي كانت مستهوياني جدا. فانا من نوع، انا من الاشخاص اللي باخد اكشن باي ديفولت، يعني انا دي حاجه فيا بطبيعتي. يعني شفت انها حاجه جميله، انا ما كنتش اعرفها ان هي حاجه مميزه، بس انا اكتشفت انها حاجه كويسه يعني الحمد لله.
فخدت اكشن ورحت اجرت المكان ان انا هاخد ان انا هفتح فيه المعرض ده يعني، وانا ما عنديش اي خلفيه لا انا هجيب عربيات منين ولا هجيب فلوس منين ولا اي حاجه خالص. وخدت المكان ده وابتديت الاقي بعديها بيومين ثلاثه اقابل ناس، انا كنت شغال في التامين وقتها، اقابل ناس عندهم معارض عربيات، فحكيت لهم الموضوع اللي عرض عليا ان انا طب خد العربيه دي فاحطها عندك لحد ما في الافتتاح وما اعرفش ايه. لقيت نفسي في افتتاح المعرض ده اللي هو اصلا مش عارف اعمله ازاي، عندي اكتر من 10 عربيات مش بتوعي طبعا، بس حاجات يعني انا كنت ببيع عربيات للعملاء عن طريق البنك، وصاحب العربيه الاساسي لما ببيعها بديله فلوس. طب انا كنت اعرف، ومش بس كده، ده انا لقيت حد جه شارك لي 100,000 جنيه وقتها، لما لقى عندي الافتتاح ولقى عندي العربيات دي كلها جه شارك لي 100,000 جنيه، وانا طبعا ما كانش معايا المبلغ ده خالص يعني. ايه اللي جاب الشخص ده ليا؟ وايه اللي خلى الناس تجيب لهم عربيات عندي؟ عشان انا خدت اكشن في الاول. فكره الاكشن مش بس ان انت بتروض عقلك، لا، انت بتقول للكون، بتقول للطبيعه، بتقول اللي حواليك انا عايز ده، انا هعمل ده، مش عارف ازاي بس هعمله. صدقني هتلاقي الظروف والاشياء اللي حواليك بتتهيأ عشان تخدم اللي انت عايزه. على العكس لو قلت لا انا مش هعرف اعمل ده، انا هعمله ازاي، وقعدت زي ما انت، مش حاجه تغير. فمش كل الناس، اي حد بينجح، اي حد بينجح لو قعد فكر 1000 مره وقعد حسبها وقعد اقول يعني مثلا يقول لك في فرق في نوع من الناس. واحد يقول لك ايه، انا عايز اعمل حاجه الاول وبعد كده احسها، اعملها الاول وبعد كده احس. والنوع الثاني انا عايز احسها عشان اعملها. اللي عايز يحسها عشان يعملها ده خليك حسها بقى، خليك حسها كمان 10 سنين يعني مش هيحصل حاجه. لكن لو انت قلت انا اعملها الاول، اخد اكشن الاول وبعد كده احسها او اشوف اللي هيحصل، ولو انت طبقت الكونسبت اللي انا اتكلمت فيها قبل كده في الحلقه الثانيه ازاي تغير المورنينج روتين وازاي تعمل جولز، هتلاقي الحاجات دي كلها بتخدم بعض في الاخر. الحقيقه كل حلقه بتكلم فيها سيكونس يعني انت لما تعمل مورنينج روتين وتبقى عندك وتورك اوت، يبقى عندك البوزيتيف اتيتيود، ويبقى عندك جولز كبيره تقولها، وعندك فيجن بورد، وعارف انت عايز توصل لايه بالظبط كمان سنه او اتنين او كمان شهر او اسبوع، وتاخد اكشن تجاه اي حاجه انت عايز تعملها، هتلاقي نفسك الفرص بتجيلك لحد عندك تخدم اللي انت عملته وتخدم اللي انت عايزه. وده يعني ده مش ده ما هواش مثلا حاجه انا مألفها ولا حاجه، دي طبيعه الكون على فكره يعني، دي طبيعه. حتى بيقول لك يو ار وات يو ثينك اباوت، واي حاجه انت عايزها بشده هتحصل لك. عشان كده انت لما بتاخد اكشن لحاجه انت بتقول للكون انا عايز دي، انا عايز دي. حتى في مثل بلدي بيقول لك ايه، الدنيا ما بتديش الا اللي عايز ياخد، فلازم تبقى عايز تاخد عشان تاخد، معلش حل تاني. التمني مش هجيب حاجه، انت تتمنى او تقعد تبص اه ده بص ده معاه فلوس قد ايه، او دي معاها قد ايه، او دي مش او ده جسمه مش عارف اعمل ازاي، نفسي ابقى عندي رياضه العب رياضه، اتمنى. لكن طول ما انت بتاخدش اكشن مش هيحصل حاجه. خد اكشن، لو انت عايز تروح الجيم روح الجيم بكره الصبح دلوقتي حالا، انزل روح الجيم دلوقتي حالا دلوقتي. لو انت عايز تعمل بيزنس ومش عارف تعمل، دور اعمل سيرش. لو انت عايز تاخد كورس خده حالا، خده بكره، حوش فلوس واعمل انت عايز تعمله دلوقتي بكره، ما تستناش. لان الحياه قصيره، الحياه ما هياش يعني، الحياه هي وان شانس، هي فرصه واحده مش هتعود تاني. فانت لو قعدت تاجل في احلامك وتاجل في طموحاتك وتقول بكره بعد بكره، طب كمان سنه، طب انا هبتدي هبطل سجاير كمان الشهر الجاي، طب انا مش عارف، مش هيحصل حاجه خالص. طول زي ما انت خد اكشن دلوقتي بكره حالا، غير كده هيفضل كله احلام، كلها اماني. في حاجه مهمه جدا برضو عايز اتكلم فيها بالنسبه للتيك اكشن دي، ان انت لما بتاخد اكشن انت مش بس بتقول للكون انا عايز، مش بس بيبقى عندك البوزيتيف انرجي فتجذب ليك البوزيتيف انرجي للحق اللي انت عايزه والظروف، لا، انت بتعود نفسك. لو انت عملتها مره يعني اول مره، بس هي اول بتبقى صعبه شويه، لو عملتها مره وهتنجح معاك مفيش كلام، هتنجح معاك، هتبقى جزء من السبكونشس مايند بتاعك خلاص، جزء من الاتيتيود بتاعك، هابت خلاص، اتعودت على كده خلاص، عرفت النتيجه. فبعد كده اي فرصه حقيقيه تاخد اكشن،
اي فرصه تاخد اكشن. انت ما تعرفش مين الفرصه اللي تجيلك ممكن هي اللي هي توصلك انت عايزه. انت ممكن النهارده مثلا تشوف حاجه اونلاين او تشوف مثلا بيزنس ما او تعرف على حد يقعد عليك مثلا اي فرصه، فانت عشان انت متردد وعشان بتفكر في العقبات وعشان بتقول مش عارف وازاي وهجيب منين والقصه دي راحت عليك، مع العلم انها ممكن تكون فرصه كبيره جدا. طبعا انا لا اؤمن بكلمه فرصه العمر دي، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها الفرصه تيجي مره واحده، مفيش الكلام ده خالص على فكره. الفرصه ممكن تيجي 1000 مره في اليوم، مش في السنه يعني، وانت اللي بتجذبها ليك على فكره. يعني انت حتى لو فرصه راحت منك اتس اوكي، خلي اشتغل على نفسك تاني وخليك على نفس البوزيتيف اتيتيود وخليك على نفس المورنينج روتين والبيفور نايت روتين والكلام ده كله، هتجذب فرص ليك تاني وتالت وعاشر ومليون. بس الفكره انك تستغل بقى، استغل فرصه، ما تعرفش مين فيهم توصلك فين. انت ممكن تاخد اكشن تجاه فرصه معينه، مثلا انت عايز تعمل بيزنس معين مثلا اونلاين ايا كان هو ايه، فخدت اكشن ناحيه البيزنس ده وقلت هبدا، بس في الاخر تاند اب بحاجه ثانيه خالص توصلك اللي انت عايزه. ودي قصص كتير وصلت يعني، كان فيها الموضوع ده كتير جدا. يعني انت دخلت في البيزنس ده اوكي بدات فيه، بس مش هو ده مصيرك خالص، ده كان مجرد طريق يوصلك لمصيرك او للمصير اللي انت عايز تنجح منه او المكتوب انك تنجح منه. فالاكشن ده يا جماعه يعني انا مش عارف استريس الاف، بس هو اهم حاجه في حياتنا، اهم حاجه في حياتنا فعلا. اللي مش هياخد اكشن تجاه اي حاجه وعايزها مش تحصل حاجه، ولا تفضل زي ما انت كمان سنه كمان 20 كمان 30 وكمان 40 زي ما انت. ولو انت عايز تعرف او عايز تشوف اي حد او عايز تحكم على نفسك، يعني شوف نفسك من سنه فاتت او من سنتين فاتوا، لو مفيش حاجه اتغيرت في حياتك انت زي ما انت يعني، لا يبقى انت في حاجه لازم تغيرها في حياتك، في حاجه لازم تغيرها. لان انت لو فضلت على نفس الاسلوب وعلى نفس المنهج وعلى نفس الاتيتيود وعلى نفس القصه هتبقى زي ما انت برضه السنه الجايه والسنه اللي بعديها وكمان 20 سنه وكمان 50 سنه، مش هتتغير لان انت ما غيرتش من نفسك. بيسموها انسايد اوتسايد. الناس اللي متخيله او الناس اللي بتحط مش عايز اقول فشلها، بس اللي بتحط احلامها على الاوتسايد اريا او على المجتمع او على الظروف او على الاقتصاد او على البلد، مش هيحقق حاجه على فكره. لان يعني مفيش جنه في الارض. اللي هينجح في مصر هينجح في الصومال هينجح في كندا هينجح في امريكا هينجح في اي حته، ان هو انسايد اوتسايد، انت اللي بتجذب مش العكس. وياما قصص نجاح في مصر وبلد افقر من مصر بكتير وبنوا ملايين يعني وعملوا بطولات في حاجات كتير جدا بلا شيء، بس هو كان عنده نفس اتيتيود انسايد اوتسايد. هو مؤمن بنفسه ومؤمن بطاقته وعنده احلام وجولز وبياخد اكشن وماشي وراها، فبتجيله هتجيله مفيش فيها كلام. لو قعد فكر في الكون قعد فكر في المجتمع وفي الاقتصاد وفي البلد وفي مش عارف ايه، ما اللي كان عمل اوكي يفضل زي ما هو. مش بس كده، ده يفضل زي ما هو ابتدي بقى يحقد على الناس التانية ويتخيل الناس التانية دي هم اللي عندهم حظ وهم اللي محظوظين وبص مش عارف ايه. ما العلم مش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها حظ اصلا خالص. لا في حاجه اسمها حظ ولا في حاجه اسمها صدفه على فكره خالص. كل حاجه بتحصل في حياتك انت السبب فيها، انت مش حد تاني. وحشه او حلوه على فكره، الشخص اللي بتقابله بيغير حياتك انت السبب فيه، انت كان عندك انرجي فاجذبته. الفرصه اللي قابلتها في حياتك وغيرت حياتك سواء بالوحش او بالحلو انت السبب فيها. كان عندك بوزيتيف انرجي جابت لك ليك الفرصه الكويسه، او نيجاتيف انرجي جابت ليك الفرصه اللي مش كويسه اللي عملت حاجه مش كويسه لا قدر الله. فدايما تيك اكشن، خد خطوه قدام لاي حاجه انت عايز تعملها، واوعى تستسلم، اوعى تستسلم. يعني في قصه صغيره قوي اسمها 6 فيت فروم جولد، مشهوره قوي في كتاب بتاع نيفل هيل، ان كان ناس قعدوا بيدوروا على ذهب، فراحوا اجروا حاجه زي حفار بيشتروا عشان يدوروا على ذهب في الارض في صحراء. كانت القصه دي حصل فعلا في حوالي 1888 تقريبا 1888 ايام فتره الكساد العالمي. فقعدوا حوالي 10 ايام يفحطوا في الارض بالحفار ده عشان يلاقوا الذهب ده. وفي الاخر قبليها مثلا يمكن اليوم التاسع او العاشر جيف اب، قال لك خلاص مش هنلاقي حاجه. وراحوا رجعوا الحفار ده للراجل اللي كانوا مأجرين منه. الراجل اللي كان مأجرين منه المكان الحفار ده
كان عارف هم رايحين فين. فهو شك في الموضوع، خد الحفار بتاعه تاني يوم وراح حفر، لقى الذهب على بعد 6 فيت. دي قصه حقيقيه، حتى عملوا عليها سيرش اسمها 6 فيت فروم جولد، ترو ستوري يعني. لقى الذهب على بعد 6 فيت، يعني هم لو كانوا حفروا بس نص ساعه كمان كان لقوا الذهب، نص ساعه كمان بس. ده معناه ايه؟ ده معناه انت لما بتاخد اكشن تجاه حاجه، وبتاخد بيزنس او بتعمل اي حاجه وممشيش معاك، مع اول خطوه بتجيف اب، تقول انا مش هكمل، ممكن يكون على بعد خطوه واحده تنجح، خطوه واحده بس. ولو قريته في اي كتاب، في اي كتاب عن النجاح، هيقول لك رقم واحد انت تاخد اكشن، رقم اتنين ان انت اوعى تستسلم، اوعى، وهيقابلك عقبات وعقبه واتنين وعشرة كتير، بس لازم عندك الكونسبت ان انا مش هستسلم، طالما غيري بينجحوا انا هنجح. فده اللي انا عايز اقوله في الحلقه دي. ويا جماعه تاني، مش عايز يعني بحاول استرس عليه قد ما اقدر، موضوع الاكشن ده هو ده الاساس. ما تقولش، ما تاجلش احلامك، ما تقولش السنه الجايه، ما تقولش الاسبوع الجاي، ما تقولش كمان في الويك اند، ما تقولش في اليوم الحد يوم الاثنين، ما فيش، اعمل دلوقتي حالا. عايز تعمل حاجه اعملها حالا. خرج نفسك من الكومفورت زون، خرج نفسك من منطقه الامان، عقلك هيفضل حاطك فيها مدى الحياه. واول ما تخرج منطقه الامان بعد شويه بس، يعني مش عايز اقول مثلا مش هحدد وقت معين، هيبتدي عقلك يتعود على المنطقه الجديده، فهتبقى منطقه امان ليه برضو. هي بتكلم في ايه بس. فان شاء الله تيك اكشن، واشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه.